تلقى أن الخبر بشكل مفاجئ، لم نكن نتوقع بأنه هيئة الدار البيضاء التي تضم تقريبا ثلث المحافظ المغرب أن يكون قرارها سريعا مباشرة بعد انتهاء أشغال انتخابات رئيس الجمعية لهيئة المحامون بالمغرب بفاس. هيئة الدار البيضاء لا تمثل نفسها بمفردها، لأنها كهيئة أكبر هيئة في المغرب فلها دور وقيمة وركيزة لا تتجاوز المحامون ديال الدار البيضاء. كيفما كانت الأسباب الدافعة إلى إعلان الانسحاب من الجمعية، فهي تعتبر بأن أسباب لم تراعي بأن الدار البيضاء تمثل ثلث المحافظ المغرب، وبالتالي هناك رابط معنوي ورابط عضوي ورابط مؤثر في التواجد ديال الدار البيضاء ضمن منظومة المحامون بالمغرب. والدار البيضاء هنا عندها حالة فريدة بحكم أنه الرئيس المنتهي ولايته هو رئيس تابع لهيئة الدار البيضاء النقيب عمر أودرة، وبالتالي بقوة هذا المنصب هو لا زال عضوا بالجمعية باعتبار رئيس سابق، انطلاقا من الفكرة والنظرية ديال بعد النظر اللي كانت عند المؤسسين لهذه الجمعية، هذه الجمعية دي هيئة محمد مغرب، وهو أن يبقى الرئيس منتهي ولايته مستمرا في المهام تاعو مع الرئيس الجديد بغاية خلق واحد النوع من التكامل، واحد النوع من تقريب التصورات وإتمام المهام، لأن جمعية هيئة المحامين أسست لأهداف نضالية وأهداف حقوقية وأهداف الغاية منها توحيد صف المحامون من أجل الدفاع على القضايا العادلة وعلى قضايا الهم المهني بشكل منسق، وهذا الآن هذا الوضع هذا القانوني الله أعلم كيف سيتم التعامل معه من طرف الرئيس المكتب الجديد، هل سيتم إقناع توفقون في إقناع الدار البيضاء بالرجوع، لأنه المقرر للاستقالة يمكن له العدول عنها قبل وصول لمرحلة المصادقة عليها، وبالتالي الأطار القانوني لا زال مرهونا حول التداعيات الآنية ديال هذا الخبر ديال المفاجئ ديال الاستقالة. نتمنى بأن يحضر صوت الحكمة وأن يفكر أهل الدار البيضاء من المحامون، يعني الناس اللي اختاروا هذا القرار ده بأنه مسألة أكبر منهم وهي أعظم من ردة فعل أو خلاف كيفما كان، سواء خلافا داخليا أو خلافا موضوعاتيا مرتبط بالانتخابات اللي مرات في الدار البيضاء بأجواء من ناحية اللي حضرنا لها بأنها كانت أجواء ديمقراطية، ولكن الله أعلم إذا كانت هناك ملاحظات أخرى. وبالتالي على الدار البيضاء أن يراعوا جدا 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 بأنهم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، وجات في واحد التوقيت اللي كنا ننتظر منه أن يكون عندنا إطار قوي يساعد على توحيد الرؤية وتعميق النقاش من أجل إخراج قانون مهنة مستجيب للتحولات العالمية والدستور والتحولات اللي وقعها عند الشركاء تاعنا الأصليين، وهي السلطة القضائية والنيابة والموظفين والقوانين والبنية التحتية والتحديث والتطور ديال فكر المواطن المفهوم العدل المفهوم واجب الدفاع، وكذلك الأزمة ديال كورونا والتداعية تاعها لتضاف إلى هذا الكم الهائل من الضغوطات الجانبية، ضافوا لها أعتبرها نكسة ديال خروج الدار البيضاء من جمعية هيئة محمد المغرب. ونتمنى أن يكون صوت الحكمة هو الصوت الأسمى والأقرب إلى الأذهان وإلى التطبيق.